اتكلمنا في الملف اللي فات عن الديليجيت، شرحناه وادينا امثله كتير عليه وادينا عملنا كذا ديليجيت. المره دي بقى هنكمل امثله بسيطه توضح الديليجيت، توضح الديليجيت. طب ايه هو الديليجيت الاول؟ الديليجيت هو بوينتر على فانكشن، او بياخد الفانكشن از بارامتر، او بياخد الفانكشن از بارامتر. هو ده الديليجيت، بيعمل حاجه من الحاجتين دول. هنبدا نروح كده لاول مثال عندنا. المثال اللي عندنا فيه ديليجيت بياخد انت وبيرجع انت، بياخد انت ويرجع انت. عندي في ال بياخد انت وبيرجع انت، اهو اسمه نمبر تشينجر، بيغير الرقم، يعني ببعت له رقم بيغيره. طب هنا في الكلاس اللي اسمه تيست، ده اللي انا بعمل بيه تيست للديليجيت ده، في ستاتيك نمبر. ستاتيك نمبر ده بيحتفظ بقيمته، ما بيغيرش، كل ما بخش ما بياخد اخر قيمه كان محتفظ. يعني هو 10 اتغير بقى 20 هيفضل، هيبقى 20، اتغير بقى 30 هيفضل 30، ده الستاتيك. فاول حاجه اد نمبر ده هياخد، ده اول فانكشن عندي اد نمبر، بتعمل ايه؟ ببعت لها بي، بتجمعه على نمبر بيساوي نمبر زائد بي، يعني بتساوي النمبر ده اللي هي 10 زائد بي. لو بعت له مثلا 5 يبقى 15، بعت له 20 يبقى 30، ولو استدعيته تاني بعت له 10 هيجمع على الرقم القديم اللي هي مش ال 10 دي، مثلا هي بقت، لو هنفترض مثال كده بعت له بي استدعيته ب 10 هيخلي الناتج 20، استدعيته تاني ب 10 هيخلي الناتج 30، استدعيته ب 15 يبقى 15 و30 يبقى 45 وهكذا. ده بقى بيضرب، ابعت له كيو اي رقم بردك، الميثود دي ببعت لها رقم تضربه في الرقم النمبر اللي كان موجود قبل كده وتريتيرن النمبر، هنا بتريتيرن. طب دي ميثودز عاديه جدا، ودي ميثودز تانيه ستاتيك، كل الميثود الثلاثه دول ستاتيك بتجيت النمبر. يعني انا لو استدعيتها بتجيت النمبر، لان النمبر ده ستاتيك بيحتفظ بقيمته، ما ببعت لهاش حاجه. طب دخلنا في البرنامج الرئيسي، عرفت ان سي 1 ديليجيت بطريقه الاد نمبر اللي هي الميثود دي بقى بارامتر للديليجيت ده، والميثود مالتي نمبر اد للبارامتر للديليجيت. احنا اتفقنا الديليجيت هو بياخد الفانكشن از بارامتر، اهي فانكشن وادي ميثود وميثود واخد له كبارامتر. اعمل كولينج بقى ان سي 1 25. طب ما هو هي لو بعت لها اللي هي رقم 1 دي هي بتاد نمبر، فهيضيف عليها 10 هيبقى 35، بس النمبر بقى 35 دلوقتي. ان سي 2 اللي هي بتضرب ابعت لها 5 هيضرب ال 5 في ال 35، ال 5 في ال 35، انا بعت 25 بقى 35، خلاص بقى 5، بعت 5 ال 5 هتضرب في ال 35، 5 في 35 175، 5 في 35 ب 175، ده النتائج المتوقعة. نعمل ران كده، فعلا 35 و 175. المثال اللي فات هنطوره، هيبقى حاجة، في حاجة اسمها مالتي كاستنج اوف اديليجيت. مالتي كاستنج اوف اديليجيت يعني نفس المثال هو هو اللي احنا شرحناه، عندي الديليجيت واحد بس اللي هو بياخد انت وبيرجع انت، وعشان كده الميثودز اللي على شكله انت 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 وهي ستاتيك. اتفقنا ان الميثود نفس الشكل، نفس السيجنتشر، ونفس عدد البارامتر، ونفس التايب. طب هو ديليجيت بيتعرف فوق كده وبعد كده ببدا. الجديد ايه بقى؟ طبعا ما استخدمناش جيت نمبر دي في المثال اللي فات. احنا المثال اللي فات كان عندنا رقمين، عملنا كل مره برقم، عندنا عملنا ال ان سي 1 وال ان سي 2 وعملنا كل ده برقم وعملنا كل ده برقم. لا هنعمل ان سي بس الجديد، اول مره نعرف ديليجيت ومن عرفناه كده بس من غير ما نحدد له ما نخليه بوينت على ميثود، سواء كان عن طريق ان الميثود تبقى بارامتر او عن طريق الطريقه الاولانيه ان اكتب اد نمبر على طول او اكتب مالتي نمبر على طول من غير الكلام ده خالص زي ما سبق وشرحنا في الملف اللي فات. عملنا حاجه اسمها ان سي، بيقول لك بقى ان انا بوينتر ده انا هخلي الان سي 1 دي الان سي تساوي ان سي 1، يعني كان ان سي بتبوينت على الان سي 1. طب وبعدين ان سي هتبوينت على، هتزود عليها
ان سي 2 يعني كمان هي جواها ان سي، وفي بقى دي اللي اسمها مالتي كاستنج، ان هو هيشاور ان سي دي هتشاور على الاثنين دول. امتى اعمل الموضوع ده؟ لما اكون هعمل كول للاثنين دول مع بعض برقم واحد ورا بعض، اعمل كول للاثنين مع بعض اللي هي اد نمبر ومالتي نمبر بحاجه واحده بس. فانا كده قمت عامل ايه اسمها كولينج مالتي كاست ان سي 5 رقمه. فهيعمل ايه؟ هيكون الاول ان سي ده هيكون الاثنين مع بعض ورا بعض اللي هي الان سي 1 والان سي 2. فما يعمل كول للان سي هيزود عليها 10، يبقى الخمسة بقت 15. هيكون اما هيعمل كول كمان وراها على طول للان سي 2 اللي هي المالتي نمبر، هيضرب في هيضرب ال 15 في 5، 15 في 5 ب 75. فلما اعمل ران للبرنامج ده طبع لي الفاليو اوف نمبر 75. ده تطبيق بقى للديليجيت ظريف جدا، ان انا على طول عملت تو كول باسم واحده بس فيه، عملت كول لاثنين فانكشن ليهم نفس السيجنتشر بتاع الديليجيت بديليجيت تاني مالتي كاستنج وبعت له فاليو واحده. طب انا لو حبيت اعمل ان سي تاني لاثنين، يا ترى الناتج هيبقى كام؟ فكر معايا كده. انا بفكر احنا خلاص النمبر اللي بقى موجود عندي بقى 75، فما هضرب في 2 مره هجمع ال 75 هجمع عليهم 2 بقت 77، وبعد كده هضرب ال 77 في 2 هتبقى 154. يعني انا بقول نقول تاني، لما هعمل كول تاني ل ان سي ب 2 انا كان عندي اخر رقم 75، دي النمب بقى 75، النمب ده بقى 75، ده بقى ما بقاش 10 بقى 75. لما استدعي دي باتنين هيضرب 75 هيجمع 75 على الاتنين بقت 77. طب 77 وبعدين استدعي الرقم بقى 77 ابعت له 2، 2 في 77 في 2 ب 154، سوري 77 في 2 ب 154. يبقى المفروض النتيجه هتبقى لما اعمل ران تبقى 154. ده مثال جديد، يعتبر فكره جديده ان انا استخدم الديليجيت از بارامتر، مش الديليجيت ده داتا تايب، واي داتا تايب اقدر استخدمها از بارامتر. يعني هو اساسا الديليجيت بيبوينت على على فانكشن، او هو بارامتر بياخد الفانكشن از بارامتر. طب لما ابعته هو بقى بارامتر نعملها ازاي دي؟ عايز ابعته هو بارامتر. فاحنا موضوعنا الايه؟ ذا ديليجيت از بارامتر. تعال نشوف ازاي. انا عرفت تو ستاتيك فاريبل اف اس واس دبليو، ده فايل ستريم وده ستريم رايتر. دي حاجات ما خدناهاش، هتبقى في الفايل انبوت اوتبوت، يعني عشان كده هنا كتبنا سيستم انبوت اوتبوت. عشان اكتب في ملف هكتب في ملف الديليجيت ديكلاريشن، ده ديليجيت بياخد فويد وبياخد سترينج، ده الديليجيت بتاع الديكلاريشن بتاعه. دي ميثود بتعمل ايه؟ ذا ميثود برنت ذا برنت تو كونسول، دي ميثود عاديه جدا بتاخد سترينج وتطبعها على الشاشه وخلاص. فويد مع نفس اسلوب بقى الديليجيت، يعني فويد وسترينج، يبقى فويد نفس السيجنتشر. يعني دي ميثود بتطبع على الفايل، ببعت لها سترينج بردك بس فويد، وببعت لها سترينج بس بتكتبه في فايل. ده الباس بتاع الفايل، دي السنتكس الملف البوتغاي الاف اس ده اللي هو احنا معرفينه فوق ستاتيك اف اس اللي هو هنا اس رايت لاين اس، ده بيتكتب جوه الملف بقى مش الشاشه. رايت لاين مش كونسول رايت، اس دبليو رايت لاين بدل كونسول رايت لاين، اس دبليو الاوبجكت اللي هو الستريم رايتر ده. بعد كده اس دبليو فلاش اف اس دبليو كلوز، قفلت الاس دبليو قفلت الاف اس، دي الميثود اللي بنكتب بيها جوه ملف. فبعد ما عملنا الخطوات دي بس في الاخر الميثود عندي هي void وسترينج، والميثود دي void وسترينج، والديليجيت void وسترينج. هاجي بقى الميثود هنا، الميثود دي بقى هبدا هنا طبعا ميثود تانية خالص ملهاش علاقه بالمواضيع اللي فوق دي، بس اول مره نشوف اللي هي موضوع درسنا، ان هي الديليجيت از بارامتر. يعني ايه؟ بقول له void بردك وسترينج،
بس بقى مش void و string. void و delegate. البرنت string ده delegate, يعني اساسا الديليجيت بتاعي اسمه ايه فوق, اسمه print string. فانا هنا عامل print string bs, متغير اسمه, متغير اسمه bs من نوع delegate. ودي function عادية جدا, static function او static method, بتاخد ال bs دي بقى جوه تعمل بيها ايه, بتكتب, بتبعت للديليجيت اللي اسمه bs ده, بتعمل call للديليجيت. يعني هي بتستخدم ال bs ده وتكتب له هلو, بتبعت له, بتعمل له انفوك او بتبعت هلو وورلد فيه. طيب تعال نشوف البرنامج الرئيسي هيعمل. البرنامج الرئيسي عامل متغيرين, تو ديليجيت bs1 bs2, واحد فيهم بيبوينت على right to screen, واحد بيبوينت تو رايت على تو فايل بس. هيبدا بقى, بدل ما كنا بدل ما كنت بكتب بي اس هنا هو لوحديها هنا واكتب هالو وورلد, لا دي طريقه جديده ان انا مش هكتب بي اس. بدل ما كنا بنعمل قبل كده باخد السطر اللي هو بي اس ده, بي اس 1 مره هالو وورلد, بي اس 2 مره هالو وورلد, كان ممكن نعمل كده. لا الطريقه الجديده بس عشان بنتعلم حاجه جديده, بنتعلم حاجه جديده ان احنا ايه, بنبعت الديليجيت نفسه از بارامتر, بنبعته از بارامتر ونستقبله هنا از بارامتر بس. دي ملهاش علاقه بالديليجيت خالص, بس دي بننوع يعني ملهاش علاقه بدرس الديليجيت, لكن هي بنوريك ازاي نقدر نستخدمه از داتا تايب عاديه جدا. فجينا هنا سند برنت بعت اس بي اس دي, بدل ما اخد السطر اكتبه هنا مره ببي اس 1 ومره ببي اس 2, لا بعت مره سند برنت دي, send string sorry, send string دي بعت لها بي اس 1 فطبع, وsend string. طب ليه خدنا مثال زي ده؟ لو انا عملت ران كده للمثال ده قبل ما اكمل, ليه خدناه؟ كتب the string is hello world. هنا الفايل باص ده انا عامل ان انا يعني مش سامح ان انا اكتب على السي, فانا هغير الباص بتاعه واحطه في حته تانية, هعمل message file كده وارجع لكم تاني واظبط الحته دي. غيرنا مسار الملف, خلينا بس مسار الملف دي لان انا كنت عامل يعني ممنوع ان اكتب على السي, عامل سيتنج يعني فخليته دي. فما عمل رن كتب كده انتر, فتحت الملف, افتح الملف اروح للفولدر في الدي, هلاقي ملف اسمه تكست مسج تكست, افتحه الاقي انا رنيته مرتين ما كنت بجرب قبل كده, فكتب لي هالو وورلد مرتين, ولو عملت له رام تاني هيكتب هالو وورلد تالت مرة. لو فتحت الملف تاني, طبعا انا فاتح الملف اقفله وافتحه تاني, بقوا تلاتة وهكذا. اخر مثال معانا في الفايل ده وهو الجينيريك ديليجيت. انا عندي ديليجيت اهو نوع جينيريك مش عارفينه, وبياخد بيعمل اد, اسمه اد يعني جينيريك اسمه اد, وادي برضك جينيريك يعني النوع جينيريك, والبارامترز بتاعته جوه تي تي يعني جينيريك بارامتر 1 تي من نوع تي والتاني من نوع تي, وعامل فانكشن او ميثود انت 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 يعني سم, اسمها سم, بترترن فاليو 1 زائد فاليو 2 بتجمع رقمين يعني, بس هي انت, وعامل واحده تاني بس سترينج عشان هو طبعا جينيريك, فمره هشغله مع الانت, مره هشغله مع السترينج, مره هشغله مع الدبل, مره هشغله مع اي حاجه بحسب الميثودز اللي موجوده عندي. فانا عامل مثال هنا, المثال هنا ستاتيك سم بيجمع رقمين يعني كونكاتيكيت يعني كونكاتينيشن يعني بيجمع حاجتين مع بعض, فهيبعت له سترينج 1 وسترينج 2, هو هيعمل سترينج 1 زائد سترينج 2, وبرضك دي ستاتيك ودي ستاتيك, دي اسمها سم ودي كونكات. تعال بقى في البرنامج الرئيسي لازم نعرف ديليجيت. عرفت ديليجيت من نوع اد بس انت لانه جينيريك, اد انت كتبت له الاول, كنا بنكتب اسم الديليجيت اللي هو كده واسم الفاريبل هو بقى الفاريبل سم 1, وهبوينت على طول مره بمباشره كده على السم من غير ما اكتب بقى نيو وسم 1 واحط بارامتر زي المثال اللي فات. وبعد كده خلاص عايز هو اساسا صم ده انت, فهعمل رايت الكول اهو صم 1
ابعت له 10 و20 بس هعمل لهم رايت لاين فهيطبع النتيجة ديت ايه 30. هاجي مع السترينج هعمل بردك تاني كرييت لي ديليجيت اللي اسمه الديليجيت اد كونكات 1 وهي بوينت على الفانكشن اسمها كونكات وبردك هستدعي بيه هو بقى بكونكات اللي هو المتغير الديليجيت اللي نوعه سترينج هنا المتغير الديليجيت اللي نوعه انت اللي بيريترن انت هنا الديليجيت اللي بيريترن سترينج هبعت له كلمتين بردك لانه بياخد 2 سترينج اما اعمل رن للمثال ده كنترول اف 5 طبعا لي 30 وهلو وورلد اللي هي هلو وورلد الكلمه اللي تحت دي وخلصنا على كده 30 هي ال 10 وال 20 دي 30 ده تطبيق بسيط على الايه الجينريك ديليجيت في 2 ميثود وهو بياخد 2 بارامتر جينريك والريترن بتاعه جينريك فانا بقى حسب الديزاين بس حاجه بسيطه بشرح بيها بردك الديليجيت وعملنا الخطوات كلها بتاعت الديليجيت اتمنى يكون الدرس ده الدسم ده اللي فيه معلومات كتير يكون كمل الدرس اللي فات وبقى موضوع الديليجيت كده الى حد ما مكتمل بنسبه مش بطاله شكرا سلام